الصدر يغلق باب الحوارات والتفاهمات السياسية ويتحول إلى المعارضة لمدة 30 يوماً، ومصادر تؤكد أن استمرار الأزمة سيطول لفترة طويلة. لا يتم إضافة النائبات خشان إلى أي لجنة من اللجان النيابية إلا أن يقدم اعتذار مكتوب إلى رئاسة المجلس، ولا يسمح له بأي مداخلة خلال هذا الفصل التشريعي. وصفت بالتعسفية ردود أفعال واسعة حول إجراء رئيس البرلمان بحق خشان، فهل ينجو تاكوت الحلبوس من الإقالة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. أزمة خانقة تجاوزت بحجم تأثيرها هاي العواصف الترابية اللي يشهدها العراق من حيث شدة بأسها، إذن هي الأزمة السياسية اللي ما زالت تدور ضمن حلقة مفرغة من بين حلقات الخلاف اللي انتهى بها المطاف عند خطاب الصدر الذي يصفه متابعون بذلك الخطاب الذي يمثل رفض السيد الصدر لأي مبادرة تسهم بتسوية الخلافات وتجاوز العقبات التي حولت المشهد السياسي إلى ساحة صراعات تنعكس نتائجها سلبا على الشارع العراقي اللي كان حتى وقت قريب ينتظر أن تكون هنالك مخرجات إيجابية تنهي أزمة تشكيل الحكومة، لكن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، ولعل القارب لم يتسع لاحتواء الأزمة لتبقى العملية السياسية تتلاطم بين موجات بحر السياسة بعد أن لم تمنح القوى والأطراف السياسية تمنح فرصة للذهاب نحو الجلوس إلى طاولة واحدة من الحوار البناء. أما ملفنا الثاني فأجزاء من الثانية كانت كافية لدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ليطلب تصويتا يمنع بموجبه النائب باسم خشان من حق الدستوري قبل أن تهبط مطرقته ليعلن موافقة النواب على القرار الذي أثار جدل واسع لدى الرأي العام العراقي. الحلبوسي هنا قال في جلسة البرلمان اللي عقدت يوم الخميس الماضي لا يضاف النائب باسم خشان لأي لجنة برلمانية ولا يسمح له بأي مداخلة إلا أن يقدم اعتذار مكتوب إلى رئاسة مجلس النواب. طبعا أثار الحلبوسي بإبعاد خشان المعروف بمناهضته عن الانضمام إلى اللجان البرلمانية وسرعة التصويت على ذلك أثار جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عن سياسات رئيس السلطة التشريعية في البلاد والخلافات اللي تعصف بالمدن الغربية. إذن مشاهدينا بحصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام، لكن ندعوكم للتفضل بالبقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. لم تكن الخطابات المتشنجة تجدي نفعا في حلحلة الأزمة السياسية اللي ألقت بظلالها على المشهد، بل بحسب ما يراه مراقبون للشأن السياسي فأن الخطاب الأخير للسيد الصدر إنما راح يعمق كثير من حدة الخلافات ويتسبب بتعطيل أي مشروع يسهم بتجاوز الأزمة اللي تخيم على المشهد السياسي في وقت تستغرب فيه الأوساط الشعبية ذهاب السيد الصدر إلى المعارضة وهو يمثل جزءا كبيرا من القرار السياسي بعد أن شغلت الكتلة الصدرية مناصب متعددة في البيت التشريعي والتنفيذي والسياسي على حد سواء. ضمن هاي التطورات راح نفتح أولى ملفات الحصاد، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدته إن غرفة الأخبار. بحدة المواقف والخلافات واحتدام الصراعات بين الأطراف السياسية، فإن خطاب الصدر الأخير كان قد زاد من حدة التوتر بعد أن كان ذلك الخطاب يدل على عدم رغبة الصدر بالمضي نحو الحوارات والتفاهمات لتبقى الأزمة السياسية قائمة دون أن تكون هناك مخرجات حقيقية لتلك الأزمة. وبذلك فإن المعطيات تشير إلى اتساع دائرة الخلاف وسط توقعات بأن تطول فترة الانسداد السياسي.
وعلى الرغم مما كانت تجريه بعض القوى السياسية ومنها قوى الإطار الشيعي من حراك سياسي مكثف لتسوية الأزمة، فإن تصريحات الصدر كانت قد تسببت بإيقاف عجلة التفاهمات ليبلغ الانسداد السياسي ذروته، ليبقى موقف الأطراف التي دخلت مع الصدر في التحالف الثلاثي غامضاً وغير معلن، لتبقى التساؤلات تطرح: هل ستبقى هذه الأطراف السياسية معلقة عند عتبة الصدر أم أنها ستمضي نحو الحراك السياسي بدخولها ضمن الإطار الشيعي الذي سيحقق بذلك الكتلة الأكبر التي تمكنه للقوى والأطراف التي تقترب من تشكيل الكتلة الأكبر؟ فيما يرى خبراء في الشأن السياسي أن ذهاب الصدر إلى المعارضة لمدة 30 يوماً لربما يطول لفترة أكثر من ذلك بكثير، فيما أبدوا استغرابهم من تحول الصدر إلى المعارضة في الوقت الذي تتوزع مهام الكتلة الصدرية في مناصب سيادية قريبة من رأس الهرم في السلطة وتوزيع الصلاحيات وتشريع القوانين. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيوفي الكارم الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز النبا للدراسات الاستراتيجيه. حياك الله دكتور هاشم كريما. وكذلك ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور محمد نعناع الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله دكتور محمد. وكذلك ايضا ينضم معي عبر سكايب من البصره السيد عدنان الجابري النائب المستقل. حياك الله سياده النائب. استاذ عدنان، ابدا مع حضرتك لما نتحدث عن تصريحات الاخيره اللي اطلقها السيد الصدر بتصاعد حدة الأزمة للعملية السياسية وأنها تعود بنا إلى المربع الأول، كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي الكريم وللسيدين الضيفين وللسادة المشاهدين الكرام. حقيقة الأمر أن المستقلين أخذوا على عاتقهم أن يكونوا المادة اللاصقة للكتل السياسية، وهنالك سعي حثيث من قبل نواب المستقلين لتقريب وجهات النظر ما بين قوى الإطار التنسيقي وما بين الكتلة الصدرية للخروج من هذا المأزق السياسي. وأطلق المستقلون والكتل الناشئة مبادرتهم قبل أيام، وكان رد الإطار التنسيقي إيجابي، وأن الإطار التنسيقي لا مانع لديه من أن يتولى شخص مستقل لرئاسة مجلس الوزراء. وهنالك أيضا تغريدة من السيد الصدر فيها نوع من عدم قبول المبادرة، لكن نحن لا نقف عند هذا الحد. شكلنا وفد تفاوضي، هذا الوفد سيأخذ على عاتقه زيارة الكتل السياسية المعنية، وخصوصا الكتلة يعني ربما ستبدأ إيضاح المبادرة وخاضة الطريق مع الكتلة الصدرية، ولن نيأس من الانسداد السياسي الحالي والاستمرار المفاوضات أو إيضاح مبادرة المستقلين للسيد الصدر ستكون قريبة إن شاء الله، ونأمل أن يتفهم السيد الصدر مبادرة المستقلين للخروج من الانسداد السياسي. طيب سيد عدنان، اسمح لي أن أجد ترحاب بالدكتور هاشم الكندي. دكتور هاشم، ما يكون الحال هذه؟ هل باتت لغة الحوار وسط هذه التصريحات مستحيلة صعبة؟ التشنج بدأ واضحا في خطاب السيد الصدر حسب متابعين ومتخصصين في لغة الجسد، كونه يمثل كتلة بين الكتل الأبرز في المضمار السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد، تحية لضيوفك الأكارم وإلى مشاهديكم. لعل الأمر حمل أكثر مما هو موجود، كانت في السابق أيضا تصريحات ولربما تغريدات أيضا توحي بهذا الشيء بأن الأمور ذاهبة إلى عدم الاتفاق، ولكن بعد ذلك حصلت المتغيرات. الخطاب كان واضح، هو جزء من حالة عدم النجاح في إنجاز تشكيل حكومة من قبل التحالف الثلاثي الذي
يتحمل سيد الصدر باعتباره قائد للكتلة الصدرية الجزء الأكبر منه، هنالك ضغوطات أيضا من داخل التحالف الثلاثي على اعتبار ما يقوم به التيار الصدري، وبعدم النجاح حتى مع الذهاب إلى إعطاء فرصة للمستقلين التي لم تستكمل، قطعت بشكل كامل. فبالتالي نعم الخطاب فيه تصعيد، ولعله الخطاب فيه منحى جديد يريد منه السيد الصدر أو التحالف الثلاثي أن يستغل في توجيه نحو الطرف الآخر وهو الإطار الشيعي والقوى المتخالفة التحالفة معه، أنكم تساهمون في تعطيل مصالح الناس بما يسمى بقانون الأمن الطارئ والتنمية و أمور أخرى، تعطيل الميزانية، تعطيل تشكيل حكومة. هذا الخطاب ينسجم مع هذه المرحلة القادمة التي تريد أن تجعل من الشارع ضاغطا أيضا على الإطار الشيعي أنهم لا تأتون بما بطريقة الكلية التي تطرح الآن، وأنه تخلوا عن ما يسمى بالثلث الضامن أو ما يسميه الطرف الآخر بالتحالف الثلاثي المعطل. فهذه المرحلة تتطلب أنه تسويق الأمر بأنه انسداد مسؤول عنه الإطار الشيعي والقوى المتحالفة معه، فهذا الخطاب. ولكن تغيير الخطاب بل حتى تغيير خارطة التحالفات هو أمر قائم بشيء واحد اليوم، الطرفين يعني الكتلة الصدرية والإطار الشيعي يعلمون جيدا أنه لا يمكن لطرف واحد أن ينفرد بتشكيل الحكومة. طيب. عدم الإمكانية هذه، إذا اسمح لي دكتور أطرح على الدكتور محمد نعناع. دكتور محمد جد ترحاب بحضرتك، لما يطرح الدكتور الكندي بأنه عدم إمكانية الذهاب إلى تشكيل حكومة بعدم وجود أحد الطرفين الثقيلين، بالتالي الوضع الراهن اللي قاطع فيه السيد الصدر تشكيل الحكومة وذهب إلى خانة المعارضة لمدة شهر، هل من الممكن أن يكون التوافق بين الإطار وبقية الكتل في الثلاثي وغيره خارج يعني عدل التيار الصدري يكون هنالك سبيل الخروج من هذه الأزمة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ أحمد، تحياتي لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. ما أعتقد بأنه 30 يوما التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ممكن أن تفضي إلى توافقات، ممكن أن تفضي إلى أفكار أخرى أو إلى رؤى أخرى يطرحها مقتدى الصدر مستقبلا، لأنه في نفس التغريدة الأخيرة وبعد ذلك أردفها بالكلمة المتلفزة كان قد تشدد في موقفه تجاه الإطار التنسيقي، حتى أضاف معطل آخر لتشكيل الحكومة وهم المستقلين، وعاتب أو ألمح إلى أن القضاء أيضا مشترك معهم، فهو ضرب هذه وضع هذه الأطراف جميعا في خلاط واحد وحملها مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة أو عدم تشكيل الحكومة. فلذلك لا أعتقد بأنه سوف يتراجع عن المسار الذي يتحدث عنه يوميا وهو مسار الأغلبية الوطنية، وبغض النظر عن أنه من المسؤول، يعني المسؤول هو الجميع، يعني الآن عندما ترى بأن الكتلة الصدرية هي كتلة كبيرة وحققت تحالفات كبيرة وصلت إلى 200 نائب وتمنع من مثلا حقها من تشكيل الحكومة، أو أن الطرف الآخر لا يريد أن يتفق معها في رؤيتها هذه أو مسارها، قد يكون المنع يعني فيه شطط مثلا مفردة منع، ولكن أن لا يتفق معها على هذا المسار ويشكل مسارا آخرا يتناقض تماما مع المسار الذي تطرحه الكتلة الصدرية أو ثلاثي أو إنقاذ وطن عموما، وهو التقهقر إلى التوافقية والمحاصصاتية والمكوناتية، وفي بعض الأحيان حتى تطرح قضايا يعني طائفية مثل قضية فليتفق الشيعة أولا وهذا حقهم وهذا مكون. نحن نريد أن نرقى بالوضع السياسي العراقي إلى أن تكون هنالك حكومة أغلبية وطنية وأن تكون هناك حكومة معارضة، ليس دعما أو رضا عن كتل هذا المسار، يعني ليس دعما أو رضا بمقتدى الصدر والحلبوسي والخنجر والبرزاني، وإنما لإعطاء دفعة للعملية السياسية لكي تغير وتنزع جلدها الذي تسبب بوجود الفشل والفساد والمحسوبية والتعيينات الجزافية والتدخلات الخارجية. هذا هو المقصود. دكتور محمد، يعني حسب
رأيك الصدر يعني سوف يتراجع. طيب راح تبقى هاي الأطراف دكتور محمد يعني اللي تحالفت مع الصدر بإنقاذ وطن تحت مظلة الصدر وهو يقاطع تشكيل الحكومة والذهاب إلى خانة المعارضة، يعني من المعلوم بعض الأطراف دخلت على تولي مناصب حكومية. هو يراهن يعني الصدر يراهن على أن من اتفق معه سوف يصمد معه، وما دام صمدوا في ما قبل الأربعين يوم التي طرحها قبل رمضان المبارك وكذلك بعده سوف يصمدون في الثلاثين يوم المقبلة، لأنه هنالك يعني اتفاقات ورؤى يعني رصينة تقريبا هكذا يعبرون. وهو في نفس الوقت يريد أن يعجز أطراف أخرى مثل الإطار التنسيقي، المستقلين، من سماهم المستقلين الحركات الناشئة أيضا هذا مصطلح جديد، يريد الصدر أن يقول بأنهم يعني أعطيناهم المهلة وعجزوا ونستطيع أن نعجزهم مرة أخرى، فإما أن يقبلوا بمسار حكومة الأغلبية ومعارضة، وهذا طبعا أمر يعني جيد لا بأس به، وكما قلت ليس رضا عن الأطراف التي تشكله، يعني نحن ندعم المسار ولا ندعم كتل المسار أو نريد أن نغلبها على الأطراف الأخرى. لو الأطراف الأخرى مثل إطار التنسيق المستقلين مشوا بنفس المسار الذي يمشي به الآن مقتدى الصدر وحلفاء أيضا يجب دعمهم، لأنه هذا التفكير هو التفكير المتطور. يعني على هذا يعني على هذا الأساس نعم. يعني هو يريد أن يعجز الجميع، وبعد ذلك أما يستمر بالأغلبية الوطنية أو يطرح خيارا آخر مفصليا منعطفا وهو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. يعني هذه المسارات اللي عبرت عنها حضرتك دكتور، خلينا ننتقل بها إلى الأستاذ عدنان الجابري. أستاذ عدنان، بهذه النظرية أنه تشكيل حكومة أغلبية، حل برلمان، دخول مستقلين على الخط، بالتالي كل هذه الطروحات هل ستصمد أمام تشكيل الحكومة أم أن هنالك حلول راجحة بطبيعة الحال؟ نعم، تشكيل الحكومة على أساس الأغلبية أو على أساس الموالاة والمعارضة هو غير قابل للتطبيق عمليا لسببين. السبب الأول أن الوضع العراقي لا يتحمل وجود معارضة قوية، وخصوصا أن المعارضة لن تؤدي دورها بالشكل المطلوب، لأن سيستخدم الشارع ضد الحكومة وضد مشاريع الحكومة، وستستخدم أيضا القضاء الحكومية، وبالتالي سنشهد إخفاقات وسنشهد توقفات وتعطيل لمجمل الحياة في الدولة العراقية، لأن الديمقراطية في العراق سياسية ولن تستطيع الكتل السياسية من أداء دور المعارضة التقويمية أو المعارضة الإيجابية، وهذا ما موجود على أرض الواقع. السبب الآخر أن في العراق اللي يعني اليوم أنت لما تذهب إلى المعارضة أو حزب سياسي أو كتلة سياسية تذهب إلى المعارضة يجب أن تترك جميع المفاصل التنفيذية في الدولة العراقية، خصوصا المناصب والمواقع المهمة أو المواقع المتقدمة في الدولة العراقية في الوزارات في الأجهزة التنفيذية. هذا ما ممكن حصرها باعتبار اليوم احنا ما عندنا دائرة أحزاب ومسجلة فيها كل تنظيمات الأحزاب، وبالتالي راح تعرف الحزب سين قد ذهب إلى المعارضة، إذا يجب أن لا يكون منه وزيرا ويجب أن لا يكون منه أي موقع من المواقع المهمة في الدولة العراقية أقصد التنفيذية، ويذهب إلى المعارضة بكامل قوى. هذه غير قابلة للتطبيق عمليا في العراق، لذلك على الفرقاء السياسيين أن يعوا خطورة الموقف وأن تعطيل الدولة العراقية ليس من مصلحة أحد بما فيها الكتل السياسية الموجودة أو المستقلين أو الحركات الناشئة. الكل ستكتوي بنار التعطيل، والمكتوي الأول والمتضرر الأول والكبير هو الشعب العراقي. هل سيقوم التعطيل إلى حل البرلمان أستاذ عدنان؟ عفواً السؤال، هذا التعطيل سيقود إلى حل البرلمان، واحدة من هذه النظريات أو المسارات المقترحة؟ لم أجد لحد الآن كتلة سياسية جادة في موضوع حل البرلمان، وأعتقد أن الجميع متمسكون بمواقعهم في البرلمان الحكومة التنفيذية، لا أحد يرغب بالذهاب إلى المعارضة بشكل جدي ولا أحد يرغب بحل البرلمان بشكل جدي، وإنما هذه فقط أمور تطلق للإعلام فقط، لكن في واقع الحال الكل متمسك بموقعه. طيب دكتور هاشم، يعني سيد عدنان يقترح بأن تكون هنالك من يذهب إلى المعارضة خانته من الكابينة الوزارية خالية من الدرجات الخاصة والوزارات،
يعني نأتي إلى قضية البرلمان، سبق وأن نوه الإطار التنسيقي بقضية التمكين عندما كان يشير إلى ذهاب إلى المعارضة، لجان البرلمانية رئاسته وعضويتها تكون لمن يذهب إلى المعارضة. طيب اليوم كيف توزعت هذه اللجان ورئاساتها حسب يعني لم تتضح معالم الحكومة بعد وتوزعت اللجان؟ الأستاذ عدنان تحدث عن المبدأ، فلن تكون معارضة لابد أن تتخلى عن المناصب التنفيذية. طيب. ولكن بالتطبيق اليوم عندنا رؤيتين منهجين، منهج التحالف الثلاثي ويذهب إلى إعلان أغلبية، ولكنها في واقع الحال هي توافقية إقصائية من هذه الأطراف الثلاثة، وهي تعلن وتمارس الإقصاء والاستفراد بطريقة الغنيمة كما حدث في توزيع رئاسة البرلمان وما بعد ذلك باللجان التي حصلت، اللجان الأولية كان واضح بأنهم يذهبون إلى أن يستفردوا بكل شيء. حتى عندما طرحت مسألة المعارضة أو الحلول، كان واحدة من الأمور المقترحة من الإطار الشيعي والقوى المتحالفة معه أنه يعطى للكتلة الصدرية كل استحقاقات الوزارات الشيعية في مقابل أن يكون للإطار الشيعي حضورا في اللجان البرلمانية حتى يكون مراقبا، وإلا إذا كان البرلمان والحكومة كوزارات من جنس واحد فكيف ستكون العملية؟ من سيراقب؟ من سيحاسب؟ هي ستكون تكرار للتجارب السابقة. أيضا رسائل الأخوة في التحالف الثلاثي لم تكن مطمئنة، وأيضا بالأداء هي مفرقة، بل ربما تذهب إلى التفتيت. شاهدنا ما حصل في البيت الكردي، هناك رسائل من الاتحاد الديمقراطي، من الاتحاد الوطني تجاه الحزب الديمقراطي بأنكم تقصونا، وإنما ما يجري ربما يذهب بالاتحاد إلى فصل السليمانية عن أربيل. هذا الأمر أيضا انتقل في البيت السني، شاهدنا انشقاقات، شاهدنا انقسامات، شاهدنا تصفيات، وبدأت أصوات تعلو بممارسات إقصائية ودكتاتورية تفرد، وهذا الأمر موجود بالنسبة للبيت الشيعي. فبالتالي رؤية الإطار الشيعي الذي استطاع أن يقنع بها أطراف أخرى من غير الذي كانوا معه، وهذا الذي تحقق الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية كانت ب202 نائب، الجلسة الثانية كانت ب170. هذا العدد هو ذهب إلى الاقتناع برؤية الإطار الشيعي بأنه لا بد من اتفاق الجميع. نعم يتفق على رؤية، على برنامج، هذا الذي يكون. الأخوة أيضا في التحالف الثلاثي لربما بضغوطات معينة يأتون بطروحات بمصطلحات هي لربما لا تطابق لا العرف السياسي ولا المصطلح السياسي، ولكن دعوات على أي تحال وأشارت ولعل حتى مصطلح المعارضة باعتبار سألت على فصل عمل، حتى مصطلح المعارضة، لا توجد معارضة قبل تشكيل حكومة، أنت تعارض يعني على برنامج حكومي، على أداء حكومي، أن تكون معارضة قبل أن تشكل الحكومة، هذه أيضا فيها إشكال. بالتالي أيضا الدعوات لحل البرلمان يعتبرها سيد النائب بأنها بروباغندا إعلامية، ولكن خطاب التصعيد الأخير للسيد الصدر، هل سيوصل العملية السياسية إلى هذا الانسداد؟ أنا قلت لعله فيه رسائل إلى جمهور السيد الصدر، رسائل إلى حلفاء الذي يجدهم السيد الصدر ليسوا بالثبات الكامل. أنتم تعرفون أن الأطراف الأخرى دخلت في هذا التحالف لمصالح خاصة، السنة الأطراف التي تحالفت وجاءت بالحلبوسي هي تنتظر تشكيل الحكومة حتى يتم تقسيم الوزارات عليها، وجاءوا وذهبوا إلى تركيا للاتفاق على هذه الوزارات. إذا تأخر تشكيل حكومة ويستشعرون بأن الطرف الفائز في المكون السني بقياداته هو الحلبوسي فقط. كذلك بالنسبة للأكراد، تأخير هذا الأمر، قرار المحكمة الاتحادية بما يختص بقانون النفط والغاز في كردستان، كلها أمور ضاغطة. فبالتالي هذه الأطراف تريد أن تمضي الأمور تصلب لربما السيد الصدر لا يتفق معه أطراف التحالف الثلاثي بشكل كامل. نعم هم يدفعون به، يجعلونه بالفواجه. سيد الصدر أيضا بطموح سياسي وبرؤية يريد أن يتصدر المشهد الشيعي، وهو قالها بالمناسبة في فترة سابقة، كان يقول بالأغلبية ولا يريد أحد من الإطار، بعد ذلك قال ب30 من الإطار يأتون معه الشيعي، ثم ب50 عرض على المستقلين بأن يأتوا معه موحدين ويعطيهم حصة بالوزارة. بالمقابل إطار التنسيق أيضا دخل المستقلين على الخط، ولكن نعم دكتور يعني تكتيكات. وبالتالي خطاب السيد الصدر ليس هو
شيء ثابت وممكن أن يكون متغير بمتغيرات قريبة. إذا كان الثابت الوحيد هو المتغير دكتور محمد، وأنه هذه التصريحات من باب التكتيك كما يصفها الدكتور الكندي، إذن ما هو السيناريو المرتقب بعد هذا التصعيد واختلاف المواقف السياسية برأيك؟ يعني في رؤية الصدر بأنه بإمكانه خلال الأيام المقبلة استجذاب جزء من المستقلين وممكن أيضا جزء من الإطار التنسيقي، ويعني مطلع على بعض التفاصيل الكواليسية بأنه الإطار التنسيقي ناقش قضية أن يذهب جزء بالحكومة ويبقى جزء كمعارضة، يعني نوقشت لكن وصلوا بها إلى يعني قرار أو لا، هذا لحد الآن لم نعلم عنه شيئا، لكن تناقش كل هذه الأمور، استجذاب المستقلين هو دعاهم يعني أكثر من مرة وجزء من الإطار التنسيقي خلال هذه 30 يوم. هذه أمور ممكن أن تحدث غدا، ممكن أن تحدث بعد غد، يعني نتيجة التفاوضات، نتيجة الاتفاقات، الخوف على مستقبل البلد من الذهاب إلى الهاوية، الخوف من الشارع. يعني إحنا مقبلين على فصل صيف يعني كارثي إذا ما تمت يعني عدم التعاقدات مع الجمهورية الإسلامية بخصوص الكهرباء، سواء عن طريق قانون الأمن الغذائي أو عن طريق يعني تعاقدات مباشرة أو عن طريق السلف أو أي يعني طريقة أو ميكانيزم معين، يعني بانتظار مسألة تضرر سلاسل التوريد الغذائي بسبب حرب أوكرانيا وروسيا، بسبب يعني أيضا تراجع استيراد النفط العراقي من قبل الصين ونحن يعني ننتظر سلع من الصين أيضا، تبديل التمحورات في المنطقة، حتى حوارات إيران مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات كلها تدخل في هذا الإطار. هذه خلطة يعني ممكن أن تغير الكثير من الأمور. أما إجابة مباشرة عن سؤال حضرتك أستاذ أحمد، مطروح بقوة يعني كما أراه من قبل مقتدى الصدر الذهاب إلى حل يعني تنعطف به الأمور، وهو انتخابات مبكرة وليس على سبيل جس النبض أو إرسال رسائل محدودة أو محددة، وإنما وصل الحال إلى أنه لا يتفقون معي وأنا لدي مسار، فأطرح حلا أو رؤية تخربط وتخلط أوراق الجميع، وأنا لدي جماهيري الثابتة والآخرين يعني تعرضوا إلى بعض التراجع في مقاعدهم، وأيضا تحالفاتي شيئا ما متقدمة على تحالفاتهم الآن، يعني مصرين الحلبوسي والخنجر والبرزاني على الاستمرار، رسائلهم واضحة على استمرار بدعم مقتدى الصدر، وممكن أنه يعني يتفقون اتفاقات أخرى أكثر تطورا من تحالفات وتطورات الإطار التنسيقي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد دعناع الكاتب والمحلل السياسي أثرية الحوار، والشكر الكثير لحضرتك سيادة نائب عدنان الجابري، حدثتنا عبر سكايب من البصرة، وتفضل البقاء معي دكتور هاشم الكندي حتى نتابع في الملف الآخر. كونوا معنا مشاهدي الأحبة. وصفت خشان إلى أي لجنة من اللجان النيابية إلا أن يقدم اعتذار مكتوب إلى رئاسة المجلس، ولا يسمح له بأي مداخلة خلال هذا الفصل التشريعي. أطلب من المجلس التصويت على هذا القرار. تصويت موافقة حاصل. وصفت بالتعسفية ردود أفعال واسعة حول إجراء رئيس البرلمان بحق خشان، فهل ينجو شاكوش الحلبوسي من الإقالة؟ من جديد حياكم الله. برز في الآونة الأخيرة حراك برلماني لجمع تواقيع داخل القبة التشريعية بغية إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللي يواجه نقد سياسي واسع انطلاقا من معقله في محافظة الأنبار. ملفنا الثاني خلونا نناقش هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب.
نائبان خشان إلى أي لجنة من اللجان النيابية إلا أن يقدم اعتذار مكتوب إلى رئاسة المجلس، ولا يسمح له بأي مداخلة خلال هذا الفصل التشريعي. أطلب من المجلس التصويت على هذا القرار. تصويت موافقة حاصل. ب41 جزءا من الدقيقة وبسرعة تصويت تتسابق مع البرق، يضرب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موعدا مع موسوعة جينكس للأرقام القياسية بعد إعلانه الموافقة بالتصويت على منع إضافة النائب المستقل باسم خشان على أي لجنة برلمانية، وحجبه عن أي مداخلة داخل البيت التشريعي في سابقة خطيرة تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، وتدلل على تمدد الحلبوسي على صلاحياته واستخدام منصبه وممكنات حزبه لإقصاء الخصوم. ما حدث مع النائب السيد باسم خشان ومؤشر خطير، باعتبار هذه عملية إقصاء واضحة وعدم السماح بممارسة الدور النيابي للنواب، وهذه مؤشرات للأسف ورثناها من النظام السياسي السابق النظام المقبول، فبالتالي نحن الآن في نظام ديمقراطي يفترض أن يكون هذه الممارسات بعيدة كل البعد عما يحدث اليوم. إذ شكل قرار المجلس مخالفة قانونية واضحة، فلا يوجد أي نص في قانون المجلس أو تشكيلاته والنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي تشير إلى حرمان النائب من الانضمام إلى أي لجنة من لجان المجلس، فالقرار مخالف لأحكام الدستور والقانون، وهو محل طعن أمام القضاء بعد اتجاه خشان إلى هذا الطريق وهو العالم به أكثر من غيره. السيد الحلبوسي ليس له موقف قانوني، القانون لا يضمن له أن يكون متسيد وهو صاحب الرأي الأول والأخير، أما بالنسبة للسيد البرلماني الذي حرم من مشاركته من له الحق أن يفرض رأيه ويقدم شكوى، وهذه الشكوى يجب أن ينظر بها ويؤخذ بها. رسائل الحلبوسي بترهيب النواب وتكبيل المستقلين نيابياً يبين حجم المساحة وشكلها التي تعطى لهم من رئيس المجلس، فالأخير استخدم المطرقة لتصفية معارضيه بشتى الوسائل، وفي الوقت ذاته سلمها بيد الأقوى لإدارة دفة البيت التشريعي، وهذا النهج يصفه نواب أنه سيفقد المجلس بريقه ويجعله محطة في مشهد التأزم السياسي. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي ضيفي الكريم الدكتور هاشم الكندي، حياك الله دكتور كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ وائل شكر الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله أستاذ وائل ضيفا كريما. دكتور هاشم، يعني كتل سياسية وصفت القرار بحق خشان بأنه بداية انحراف النظام البرلماني بالعراق، ترى هل هذا الإجراء قانوني ينضوي تحت النظام الداخلي للبرلمان؟ جاء في سياقه الصحيح؟ تحية إلى ضيفك الذي انضم لنا أستاذ وائل. وما حصل لعله كان لابد أن لا يحصل، على اعتبار أنه المسالك الذي ذهب لها باسم خشان هي المسالك القانونية، وبالتالي هو لديه اختلافات، لديه دعاوى مرفوعة على رئيس البرلمان سابقا وحاليا، وهو لم يتخذ لا منهجا تسقيطيا ولا منهجا استفزازيا، وإنما ذهب إلى احترام القضاء والطلب منه من خلال دعاوي، وبهذا كان على رئيس البرلمان أن يكون بذات المنحة، هو أيضا يحتكم إلى القانون في خارج الدعاوى التي من خارج اختصاصات البرلمان، أو يذهب إلى السياقات البرلمانية الطبيعية ضمن النظام الداخلي. ما شاهدناه وما جرى على الأقل بما يتعلق بالقرار الذي صدر بمنع باسم الخشان من
أن يكون في أي لجنة أو حتى منع من المداخلة. هذه الطريقة حقيقة فيها إشكالية كبيرة، لا تعطي نظرة إيجابية على الديمقراطية وإدارة الديمقراطية من قبل رئيس البرلمان أن يتخذ القرار بهذه الصورة، حتى لم ينظر إلى النواب من مع من ضد القرار بطريقة التصويت، وهذه أيضا يتحمل مسؤوليتها النواب الذين كانوا حاضرون. تتخذ إجراءات ضمن النظام الداخلي ضد أي نائب، ولكن بسياقاتها الطبيعية وليس بهذه الطريقة التي هي طريقة سريعة جدا. الأمر الآخر أنه اليوم رئيس البرلمان لديه إشكاليات للأسف تتضاخم على المستوى الاجتماعي، على مستوى محافظته، على مستوى المكون، على مستوى البرلمان نفسه. في رئاسة البرلمان شاهدنا الأزمة المرحلة ما بين الحلبوسي وما بين الزاملي على مسألة الصلاحيات، وهل هي رئاسة برلمان أم هيئة رئاسة برلمان أم رئيس برلمان. ثم الجانب الآخر الذي هو الآن انعكاس آخر، التعامل مع هذه مع المشاكل في داخل البرلمان وانعكاس المشاكل الشخصية مع المشاكل العامة. النائب باسم خشان منع من أن يرشح إلى اللجنة القانونية، رفض ترشيحه مع أنه ضمن المواصفات وضمن الاختصاصات، مع أنه في اللجان وضعت شخصيات برلمانية بعيدة عن التخصص في هذا الموضوع وليس لها إلا أنها متحالفة مع رئيس البرلمان. طيب. جدت الحابة حضرتك أستاذ وائل، يشير ضيف الكريم الدكتور هاشم الكندي إلى مجموعة نقاط نجملها بأنه نلخص هذا السؤال. هذه الإجراءات البرلمانية لربما سبقتها صراعات داخل البيت السني على الزعامة السنية بهذا التعبير، يعني أكو حرب باردة أو حرب إعلامية نشبت بين السيد الحلبوسي وشيوخ الأنبار. إذن هل هو صراع على سلطة، على نفوذ؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ يعني بداية مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم، على أستاذ هاشم المحترم، حياكم الله. حقيقة لا، الأنبار صار لها فترة تعاني من أو تتميز بالاستقرار السياسي، وهذا الاستقرار السياسي يعني سبب إيمانهم بأنه مشروع الحلبوسي يعني إذا ما يمثلهم فما ممكن أنه يعترضون عليه بصورة كبيرة. المشكلة صارت عندما جاء شيخ علي الحاتم إلى الأنبار وهو محمل بذكريات، يعني أو هو محمل بأزمات، والشارع الأنباري كان محمل بالذكريات، ذكريات الساحات وذكريات النزوح وذكريات استغلال معاناتهم واستغلال مطالبهم. احنا نتذكر مظاهرات الأنبار كانت مطالب الشعب هي مطالب حقه، وكانت لا تتعدى الخمس ست نقاط، ولكن عندما التف عليها السياسيين وعلى رأسهم كان علي الحاتم وصلت إلى 22 نقطة، كلها كانت مطالب سياسية استغلوا يعني حاجة الناس لشيء من العدالة في ذلك الزمان، وطلبوا مطالبهم السياسية اللي كانوا ينون يحصلوا معهم فد مكتسبات معينة. حقيقة هذا هم ما استمر بشكل طويل، يعني علي الحاتم اليوم رجع إلى أربيل بعد صدور أوامر قبض، فرجعت الأنبار إلى وضعها الاعتيادي دون أي مشاكل. احنا إذا أريد نحكي على أنه اليوم أكو 15 مقعد يمثلا محافظة الأنبار في البرلمان، ال 15 مقعد هن يعني أما تقدم أو متحالفة مع السيد الحلبوسي، وهذا يعني دليل على أنه المحافظة سياسيا هي راضية ومساندة لمشروع محمد الحلبوسي. هذا طبعا بغض النظر عن يعني موضوع محمد الحلبوسي، احنا كنا معارضين لسياسته أو متفقين معها، ولكن طيب دخلت مساله او مشكله الناس. نعم السيد باسم خشان، دخلت مشكلته، ما ادري هل هي اصيله ام دخلت على الخط نتيجه هذه الازمات. ينضم معنا عبر الهاتف الاستاذ باسم خشان النائب المستقل، حياك الله استاذ باسم ضيفا كريما عبر الهاتف.
أستاذ باسم، يعني أصل المشكلة هل لها انعكاسات داخل قبة البرلمان، لربما الضغوط السنية على السيد الحلبوسي، الخلافات، الصراعات، انعكست على اتخاذ هكذا قرار بعدم مشاركتك في المداخلات أو حتى في اللجان البرلمانية؟ تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. الحقيقة يتضمن مخالفة صحيحة في صورة واقعة صحيحة. بالنسبة لتصويت النظام لم يصوت أكثر من 30 نائب على القرار، وهو أستاذ باسم الصوت مو واضح مع الأسف. على حق دستوري للنائب في أن يمارس عمل في مجلس النواب ممثل لناخبي. يعني أشكرك شكرا جزيلا سيد باسم خشان النائب المستقل انضمت معي عبر الهاتف، والصوت كان غير واضح. أرجع لحضرتك دكتور هاشم، يعني السيد الحلبوسي خسر الكثير من الحلفاء، برأيك لما يكون هكذا قرار وعلى هذه العجالة، ما الذي يراهن عليه الحلبوسي خلال الفترة المقبلة لاستمرار سياسيا، عدم تكرار سيناريو رؤساء البرلمان السابقين ب فقدان ثقلهم السياسي وليس المنصب فقط؟ المعروف في الشارع السياسي السني من يكون في المنصب الأول وهو المنصب التشريعي كالعرف السياسي تكون له الزعامة. نعم. هذا الأمر فهمه جيدا الحلبوسي وسعى له وحقق ما لم يحققه الآخرون سابقا، وهو تكرار عودته إلى رئاسة البرلمان، ويريد أن يكرس هذا الأمر، يكرس الزعامة، وهو أيضا حقق شعبية استفاد منها، وأيضا يحس بأنه لديه من عناصر القوة التي يعمل بها، ويريد أن يكرس هذه الزعامة. لكن هذه الزعامة تصطدم اليوم بشيئين. شيء الأول في داخل المكون، في داخل عزم وتقدم سيادة. تعرفون بالنسبة للأطراف الأخرى هي تنتظر الحصة الأخرى للسنة من اعتبار رئاسة البرلمان كعنوان أول للسنة، لكن الوزارات هي التي تنتظر الأطراف الأخرى المتحالفة مع الحلبوسي والتي أوصلته بالتحالف وبالتصويت إلى رئاسة البرلمان تنتظر الوزارات، وهذه الوزارات إذا تأخرت بسبب ظروف أخرى الحلبوسي جزء منها، فهذه الأطراف أيضا اليوم قلقة. اليوم الأطراف صارت عندها تحركات، اليوم فتحت ملفات، نائب ابتعد، نائب سيدخل، صراعات قديمة تجددت في داخل البرلمان في داخل التحالفات، بالتالي هذه كلها تقلق الحلبوسي. وأيضا الحراك الذي لربما متوقع بتغير خارطة التحالفات، وهذا أمر متوقع الآن بالانسداد السياسي بتوقف الأمور، ستتفق الأمور عاجلا وعاجلا إلى خريطة جديدة قد تكون واحدة من تحركات هذه الخارطة، أن يتفق على تغيير رئيس البرلمان لإرضاء القوى السنية والتحالفات الجديدة في داخل السنة التي هي اليوم ليست ظاهرة بعناوين واضحة، ولكن هنالك تحركات، هنالك أكثر من طرف في المكون السني يستشعر ويقول بأن له الحق بالزعامة وله الحق بأن يأخذ دورا أكبر من ما هو عليه الآن. هذا أمر. الأمر الآخر، الأداء الذي ينعكس بطبيعة عدم احترام البرلمان ونظام الداخلي، ذكر نائب باسم خشان وإن كان الصوت ربما غير واضح لكنه ذكرها سابقا واليوم ذكرها، أنه من صوت بطلب الحلبوسي هم ليسوا أكثر من 30 نائب، وهو اليوم عنده دعوة بالمحكمة الاتحادية ومطالب بالتصوير الذي يثبت هذا الأمر. هذه إذا ثبتت أيضا فيها إشكاليات على طريقة الأداء للحلبوسي، بالتالي هذه كلها إشكاليات يدركها الحلبوسي جيدا. أمر آخر وهو المهم جدا، الحلبوسي اليوم مع حليفه القريب عنده مشكله،
وهو الكتلة الصدرية بشخص النائب الأول ينظر إلى رئاسة البرلمان لابد أن تقاد ليس برئيس البرلمان، وإنما لابد أن يعطى لممثل الكتلة الفائزة الأكبر دورا أكبر. هذا أيضا اليوم بمجال التصارع ما بين صلاحيات الرئيس الذي يريد الحلبوسي متوقف عليه وليس كما يريد الآخرون أن توزع هذه الصلاحيات وأن يشغلوا ما يشغله الحلبوسي. طيب هناك فريقين أصبح يعني من هذا الكلام أستاذ وائل، يعني من سيرطب أجواء الحلبوسي وزعماء البيت السني، ومن المستفيد من استمرار الخلافات بينهما؟ يعني أكيد أصبح وفق هذا التوصيف فريقين. يعني هذا الكلام به شوية تضخيم. على الأقل اليوم إذا أريد نحصر الزعامة داخل البيت السني فهي بين الحلبوسي وبين خميس الخنجر. طيب. والاسمين اليوم متحالفين وبيناتهم مشروع مشترك ماضين به. يعني ملخص هذا المشروع جهة تشريعية، منصب تشريعي، أعلى منصب تشريعي، وبالكفة الأخرى سياسي. مشروع سياسي، مشروع سياسي، مسك بعض الوزارات، لا زالت لحد الآن هذه القضية معلقة. نعم، يعني بس إذا تسمح لي أصلح فد كلمة قالها الأخ المحترم دكتور أستاذ هشام، أو عفوا أستاذ هاشم. الزعامة ليست على المكون، الزعامة على المنصب السياسي للمكون. المكون السني ما عليه زعيم ولا راح يصير عليه زعيم في يوم من الأيام. هذه الزعامة هي زعامة سياسية. هسه قد تكون اليوم تنافس بين الحلبوسي والخنجر، قد يكون الحلبوسي اليوم منفرد بها، ولكن هي كانت بالأمس ليست للحلبوسي، كانت لسليم الجبوري، وكان قبلها لأسامة النجيفي ومحمود المشهداني وغيرها. محمود المشهداني زعامة منصب يعني القصد أنه زعيم منصب لربما هو يتصدر المشهد السني بكل تفاصيل. بالضبط، على اعتباره يشغل أكبر منصب للمكون السني فهو زعيم السياسيين السنة. أنا أشوف أنه الموضوع صار بتضخيم، لأنه حقيقة ماكو خلاف داخل التحالف السيادة على الأقل. هسه تقول لي التسع نواب اللي طلعوا من عزم ذولا مباشرة طلعوا بعد التصويت على أو قبل التصويت على رئاسة الحلبوسي للبرلمان، وأنا أشوف بهم يعني ذولا حقيقة ومع احترامي لهم هم مو ذات تأثير. طيب. يعني ومطالبهم ممكن يعني هي حتى مطالبهم سياسية، يعني ممكن اليوم باتفاق صغير يعودون إلى عزم أو يعودون إلى السيادة بكل طيب. بساطة هذا يعني داخل البيت السني، ولكن يعني التحالف الثلاثي اجتمع ضمن مشتركات عديدة أوضحها الدكتور الكندي، ولربما اختلف على قضية الصلاحيات لا هذا رئيس موضوع البرلمان والنائب. موضوع السيد حاكم الزاملي يعني وموضوع أنه يريد يهيمن على قرار السلطة التشريعية باعتبار أنه الكتلة الصدرية، هذا يعني كلام مو دقيق. هذا صارت أكو إشكالية على الصلاحيات، هذه الإشكالية سارعت الكتلة الصدرية إلى حلها، يعني حتى ما باتت يعني بليلة حل الموضوع وذهبوا إلى يعني الاتفاق على الصلاحيات بين رئيس المجلس. يعني حضرتك ما تهول هذا الخلاف وتصفه بالبسيط، إذن حل هذا الخلاف كيف سيكون من وجهة نظرك أستاذ وائل؟ هل راح نشهد حل الخلاف داخليا، أم هنالك ستدخل وساطة من الطرف الشيعي أو الطرف الكردي؟ لا هو مو قلت لك الموضوع انحل يعني، وهذا فشيء يعني طبيعي، لأنه السيد حاكم الزاملي هو جديد على هيئة حتى مع بقية الزعامات وليس فقط رئيس البرلمان ونائبه. يعني الزعامات وين أنا ما أشوفك خلافات بين الزعامات يعني إذا تقصد داخل التحالف الثلاثي فالعلاقة جيدة جدا. شيوخ الأنبار يقودون حراكا كبيرا في هذا الاتجاه أستاذ وائل. شلون عفوا؟ شيوخ الأنبار يقودون حراك كبير شعبي جماهيري لربما توجهاته لا تنسجم مع توجهات سيد الحلبوسي. وأحيل هذا السؤال أيضا للدكتور هاشم الكندي، كيف ترى حل هذا الخلاف؟ هل سيستعر أم ستدخل أطراف وساطة لحله؟ لا، هنالك تجدد وتجديد لحالة رفض الهيمنة الحلبوسية إذا صح التعبير، هذا ما يطلق. مؤتمرات يوم أمس كان مؤتمر في الأنبار وهنالك أصوات عشائرية تخرج بهذا الشيء. طبعا لهم ثقلهم الاجتماعي، ثقلهم العشائري.
نعم نتحدث عن الزعامة السياسية، ولكنها هي بالتالي هي العاكسة لزعامة المكون وتمثيله. أقول الأداء الذي فيه سيد محمد الحلبوسي لربما هو يلائم ويناغم طموح السياسي، وهو فيه جزء من المشروعية، ولكن على مستوى طمأنة الأطراف الأخرى لا يتحقق لغاية الآن. وأنا أقول لعل خطأ واحدا يضاف إلى أخطاء الحلبوسي ربما بالتفاهمات القادمة سيقصي به، كما أقصى بمحمود المشهداني بخطأ واحد عندما كان هنالك ثمن إبعاده واستبداله بناء على تحالفات جديدة. وأيضا اليوم موقف الحلبوسي مع باسم خشان النائب المستقل جعل هنالك أشبه بجدال عازل مع المستقلين الذي وجدوا بأن لا تعامل إيجابي معهم ولا احترام لكونهم مستقلين كما يحترم أو يعامل النواب بضمضمين نحو كتل معينة. فبالتالي الحالة أيضا التي هي لابد أن لا تخفل لعل حتى الكتلة الصدرية هي تجد من مصلحتها أن لا يكون في رئاسة البرلمان شخصية تريد أن تقود بصورة منفردة وليس بطريقة فريق رئاسة برلمان كما يرغبون بحضور سيد حاكم الزاملي. ولهذا ربما حتى استبدال الحلبوسي بشخصية سنية أخرى تؤمن بروح الفريق وهيئة الرئاسة هي ربما ستكون من أولويات الكتلة الصدرية في المرحلة القادمة، لا سيما إذا كان في الدورة البرلمانية السابقة كانت نفس التجربة ولربما قيادة فريق البيت التشريعي بهذا الموضوع. احنا ايضا ضيوفنا الكرام سألنا متابعي موقع قناة ريام الفضائية بسؤال استطلاع لآرائهم، هل تتوقع حركا سياسيا وشعبيا في البيت السني لاستبدال الحلبوسي من رئاسة البرلمان؟ كانت الأجوبة نسبها 60% قالوا نعم، و35% قالوا كلا، و5% تحفظوا على الإجابة. الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبل للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لاستضافتكم. الإثراءات، وشكرا جزيلا للأستاذ وائل، شكرا المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك ضيفا كريما في الاستوديو، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، على حسن المتابعة، في أمان الله.